السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مساءكم سعيد، وأرحب بكم في ضيافة هذا اللقاء وفي ضيافة هذا العدد الجديد كذلك من هذا المباشر. إذا نطلب أولا من كل الإخوة والأخوات اللي رام يتابعوا فينا، أولا يعطوني فكرة على البلد اللي رام يتواصلوا معنا من خلال من البلد بطبيعة الحال، وإذا كانت نوعية الصوت والصورة جيدين بطبيعة الحال، الصوت والصورة والبلد، ومثل ما تعودنا كذلك يجب أن نرفع في سقف المتابعة والمشاركة، وماذا بي كذلك من الإخوة والأخوات يشاركوا معنا في هذا المباشر، لأنه هو مباشر خاص رانا نشوفه من وراء الجزائر بكل أشكالها وبكل ألوانها وبكل كذلك يعني المعالم التاريخية تاعها والمؤسسات تاعها بطبيعة الحال، وأنا معكم على المباشر. يلا يا جماعة، نطلب من كل الإخوة والأخوات باش يلتحقوا بنا وكذلك تقتسموا تبارتاجيو، يعني حتى نتكلم بلغتكم وبلغة كذلك ليزانترنوت، تبارتاجيو معنا هذا المباشر وبعدين نبدأ مع بعضنا إن شاء الله. أعطيوني فقط الصوت والصورة إذا راكم تستقبلوا فينا استقبال جيد، سواء من خلال الصورة أو الصوت، هذا أولا، وثانيا البلد اللي راكم تتواصلوا معنا من خلاله كذلك. اليوم راح تكون مفاجأة بكل صراحة لكل المغتربين تاعنا. أوكي الجماعة رام يقولوا لي 100%، راني نشوف وراني نتابع، رام يقولوا لي 100%، الحمد لله. يلا يا جماعة، يلا مثل ما تعودنا يجب أن نرفع في سقف المتابعة باش نبدأ مع بعضنا إن شاء الله. اليوم راح تكون عندكم مفاجأة وراح تكونوا سعداء كذلك بهذه المفاجأة من أعالي الجزائر العاصمة. راكم تشوفوا من ورائي صور جميلة وجميلة جدا بكل صراحة. هنا على يساري المسجد الأعظم، كذلك رانا نشوفوا يعني في الساحل الجزائري، نشوفوا كذلك هنا من ورائي لو جاردان ديسي، هذا المعروف يعني في الجزائر العاصمة. على يميني من هنا يعني رانا نشاهد كذلك فندق الأوراسي، فندق كذلك السوفيتال، ضيف إلى ذلك يعني كل الأماكن اللي يعرفوها الإخوة الجزائريين والجزائريات اللي جاوا وحقيقة يعرفوا العاصمة. يلا يا جماعة، مانيش راح نبدأ معاكم في هذه الأمسية حتى نشوف السقف يعني طلع لمستوى الضيف اللي راح يكون معنا هذه الأمسية. نشكر مرة أخرى كل الإخوة والأخوات، وراح نبدأ إن شاء الله على بركة الله بعد ما يصل السقف نتاع المتابعة إلى النسبة اللي ينتظرها كل أخ أو إخوة، وينتظرها كذلك ضيفنا، لأنه الضيف اللي راح يكون معنا اليوم ما هوش ضيف عادي بطبيعة الحال، ضيف متميز وضيف كذلك تحبوه كلكم ويحبوه كل المغتربين تاعنا لأنه كلموني عليه كثير. يلا يا شماعة، راني نشوف العدد راو يطلع، لكن راو يطلع بثقيل يعني ثقيل. يلا يا إخوة أخوات يعني، وتحية أخرى لكم جميعا من الجزائر. راني نشوف عدد كبير يعني من الجزائريين اللي راهم يتواصلوا، راني نشوف دبي، راني نشوف كذلك الولايات المتحدة الأمريكية، راني نشوف كندا، راني نشوف كذلك باريس، راني نشوف كذلك مختلف المدن الفرنسية يعني بصفة عامة، وراني نشوف كذلك يعني الجزائريين تاعنا كذلك في شمال أمريكا أقول، وكذلك في روسيا، كذلك في إندونيسيا، ماليزيا، مارسيليا، راني نشوف كذلك مارسيليا. يلا يا جماعة، المهم أنا قبل ما نستضيف الضيف تاعي فقط، وراح يكون مفاجأة لكم ثم راح نتكلموا مع يعني دردشة هكذا، نذكر الإخوة والأخوات فقط على موضوع كورسيكا، يعني شركة النقل البحري كورسيكا. راني نشوف كذلك الإخوة من مصر راهم يتواصلوا معنا، من مصر، من السعودية كذلك، الإمارات الحمد لله فيه يعني كم هائل. قلت الإخوة بالنسبة للنقل أو شركة النقل الفرنسية كورسيكا لينيا، نذكر الإخوة أنه تلقاوا الرخصة نتاع الإبحار وتاع كذلك السفر نحو الجزائر، راح تكون أول رحلة لهم يوم 9، وراني علمت عليها في الصفحة نتاعي تقدروا تتابعوها، كذلك عطاوهم الرخصة يعني. بالنسبة لرحلة يوم 2 نوفمبر راح تلغى، راح تؤجل بطبيعة الحال لأنه فيه تحضيرات وفيه ترتيبات كذلك. ضيف إلى ذلك أنه كذلك تكلمت على قضية الفاكسان، لأنه شركة النقل البحري كانت اعتمدت اللقاح، وكما كنتوا على بالكم كلكم يعني فاكسا،
تم يعني نزعه، تم كذلك يعني إلغاؤه، وهذا الحمد لله بشرى يعني للإخوة اللي قادمين إلى الجزائر وحتى كذلك للذاهبين إلى الجزائر. المهم أنا راح أتكلم لكم على هذا الموضوع سيدتي أنيستي سادتي إخواني أخواتي، هذه سيدتي أنيستي سادتي، تذكرني في التلفزيون بطبيعة الحال، لكن نقول الإخوة والأخوات يلا يا جماعة نزيد حوالي يلا دقيقة ونبدأ إن شاء الله مع ضيفنا إن شاء الله. يلا دقيقة راح نخليكم فقط راح نقول تتمتعوا بالصورة هذه، لكن خسارة أنه رانا في فترة ليلية ما تشوفوش كل شيء من ورائي من هنا، لكن صدقوني والله العظيم واحد صور رائعة 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 في الفترة الليلية، وأعدكم أنني راح نصور لكم نأخذ لكم صور بعد لحظات لحظات فقط، وأعود إلى هذا المكان وأعود إلى هذا المقعد إن شاء الله. اوكي احنا رانا الان في رحنا الان قلت في قلت الان رانا في حوالي وش بقالنا، بقات لنا حوالي 30 ثانيه يلا يا جماعه 30 ثانيه فقط 30 ثانيه 20 ثانيه، لكن اعدكم يا جماعه لانه الموضوع نتاعنا ماهوش راح يكون على الرحلات، حتى الاخوه يعني الاخوه تاعنا المغتربين يعني ما يزعفوش وما يتقلقوش، لأنه على بالي معظم الرسائل ومعظم المكالمات الهاتفية اللي وصلتني والرسائل اللي وصلتني هي خاصة بالرحلات، لكن أعدكم إن شاء الله في اليومين القادمين إن شاء الله راح نخصص موضوع خاص. وإحنا جامي بخلناكم يعني أنا شخصيا جامي ولا مرة بخلت إخواننا المغتربين عن موضوع هذه الرحلات، لكن اليوم راح نتكلم على شيء آخر، وبالتالي راح نخلي الضيف تاعنا يدخل حتى تشاهدوا. تفضل شيخ. شكرا جزيلا. هاي السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. تفضل شيخ تفضل تفضل حتى يشوفوك. اهلا سيدي. أهلا. اوكي اذا اولا رحب بالشيخ شيخنا حبيبنا، وكذلك يعني انتم راكم تتابعوا فيه عاده يعني عبر التلفزيون الجزائري وعبر كذلك قنوات يعني الشروق وكان في النهار يعني شمس الدين الجزائري، هذا وجه معروف وجه محبوب كذلك، وأنا داخل إلى هذه المنطقة من العاصمة بكل صراحة كل الناس يعني يتكلموا لي عليك، لأنه ما عرفتش البيت تاعه وما عرفتش المكان تاعه إلا وكل الإخوة والأخوات كلموني عليه قالوا لي هاو البيت هاو هكذا ونحبوه إلى آخره. أنا اليوم الشيخ يعني بكل صراحة حبيت نستضيفه وكذلك يعني رغبة ونزولا عند الرغبة تاع الشيخ كذلك، لأنه يتبعوه كثير من المغتربين. نعم. فبالتالي أولا يقول لكم كلمة ترحيبية لكم جميعا وبعدين نتكلم إن شاء الله على الموضوع. تفضل. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في بيتنا. وأنا سعيد أن ألتقي بصديقي وحبيب قلبي سمير شعبنا، هذا لا يأتي منه إلا الخير، ويدافع عن الناس وعن المهاجرين ويبحث على مصالحهم حتى نسي نفسه. السلام عليكم، وأسأل الله أن يملأ بيوتكم بالخير وبالبركة إن شاء الله، وأسأل الله أن أنزل عليكم ضيفا خفيفا ومفيدا إن شاء الله. شيخنا أولا احنا رانا في مناسبة يعني مناسبة كبيرة، أولا عشناها المولد النبوي الشريف قبل أيام قلائل فقط، أنا تمنيت أنه ضيفنا الشيخ تاعنا يكون في تلك الليلة، لكن تعرفوا أنه الشيخ عنده ارتباطات التزامات مواعيد وكذلك حتى لقاءات ويعني تجمعات يحضر لها بهذه المناسبة العظيمة على قلوب كل مسلم ومسلمة. شيخ احنا تكلمنا على أبناء جاليتنا مثلكم مثل كل جزائريين تابعوا المساندة الدعم نتاع أبناء مهاجرين للوطن تاعهم رغم طول انتظار رغم كذلك طول يعني معاناة يعني تاع سنتين يعني ما جاوش. عرفنا أبناء جاليتنا كذلك يعني خلال أزمة الكورونا المساعدة تاعهم بالمولدات تاع الأكسجين، تابعنا كذلك الحرائق اللي مست يعني العديد من الولايات تاعنا ولي فقدنا فيها كذلك أبنائنا سواء من المدنيين والعسكريين رحمهم الله، ندعو لهم ربي سبحانه في هذه الليلة المباركة أنه يرحمهم وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وكذلك تكلمت أنا شخصيا مع أبنائنا من المغتربين على قضية التشجير. نعم. فالكثير من هؤلاء كلموني اتصلوا بي مرارا وتكرارا وقالوا لي متى تبدأ العملية، أنا قلت لهم العملية تبدأ
بعد ما يصل الوقت تاعها بطبيعة الحال، لأنه الإخوة نعرف إحنا الحرائق كانت في شهر أوت على ما أظن، وأوت سبتمبر عملية التشجير ما كانتش يعني بدأت، هي راح تبدأ الآن في الأسبوع هذا بعد الأمطار الغزيرة اللي تهطلت يعني على الجزائر بمختلف مدنها، والحمد لله هذه كذلك يعني أمطار خير وبركة على يعني العباد والبلاد الاثنين يعني بكل صراحة. وبالتالي الشيخ هو دار عملية وبدأ انطلق فيها، وربما يحدثنا على العملية هذه وكيف نقدر أو تقدر هذه الجالية تساعد، لأنه ما يخفلك سيدي المحترم شيخنا أنه الكثير من المغتربين حبوا يصدقوا يعني بشجرة بعشرات الأشجار ربما، لأنه الأسعار في متناول الجميع وهي صدقة جارية بكل صراحة. تفضل الشيخ. أولا أنا أعلنت أعوذ بالله من كلمة أنا عن مشروع 1.5 مليون شجرة مثمرة لأن الناس الذين احترقت حقولهم يعيشون منها، وثم ماشي غير اللي احترقت حقولهم، كاين ناس لم تحترق حقولهم ولكنهم مزارعون فقراء يعيشون من هذه الأشجار. شجرة زيتون واحدة دير أورو يعني 17000 درهم تاع الجزائر. النورو يعني. وربما أقل. أقل ربما أقل من النورو. ربما أقل يعني صح. تصور أنك أورو تغرس شجرة في بلدك. صح. وثم هي صدقة جارية، يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها عمل صالح، وهذا من أهم الأعمال الصالحة. صح. عن طريق أورو واحد تغرس شجرة زيتون أو شجرة برتقال أو رمان أو قارص أو عنب. ثم هؤلاء الفقراء لنطوها لهم يدعون لكم بالخير، وانتم على بالي متحوسوا إلا على دعاوي الخير. صح. كاين إنسان واحد تبرع ب20000 شجرة، 10000 على بابه 10000 على يمه، كل واحد كيف يتصدق. وبالتالي المهاجر الجزائري كما يقال هاجر ببدنه ولكن ما هاجرش بروح متاعه. صح. أرواحهم ما زالها هنا. صح. على بالك أخي شعبنا نقول لك واحد مسألة فقهية والمهاجرين احنا يفهموها. العلماء اختلفوا شكون افضل لي يشتاق للكعبة وهو بعيد عليها، ولا لا واحد عايش قدام الكعبة بصح الكعبة ولات له حاجة عادي ما عندوش هذاك الشوق. صح. فافتى جميع العلماء ان الشوق الى الكعبة مع البعد عنها افضل من البقاء امام الكعبة مع عدم الشوق. صح. الجالية الجزائرية الشوق انتهم للجزائر اكثر بكثير من يعيش هنا. صح. لأن عندهم حرقة عجيبة ويومياً أقول يومياً. صح صح. عندي الأسئلة انتهم تصلوني يومياً، صدقاتهم تصلوني. صح. ويومياً يتصلوا بي عندهم حرقة كيف يوصلوا، بعضهم يقول لك أنا كيف نوصل هذه الصدقة. صح. كيف تصل صدقاتهم إلينا هذا أنت اللي تجاوب عليها إن شاء الله. لكن قبل ما نصل شيخنا المحترم، قبل ما نصل إلى كيفية المساعدة، نعم، أولاً رح نتكلم على الأماكن اللي راح تمسها هذه المساعدة. نعم. لأنه ربما أنت أفقه مني. نعم. وأدرى مني وأفضل مني في هذا الجانب، أنه الشجرة صدقة جارية يعني صدقة قادر الإنسان جارية. قادر الإنسان على قرون مئات السنوات. نعم. يستفيد من الحسنة تاعها، لأنه الشجرة نعرف شجرة تطلع راح يلقمه هذه الشجرة بأشجار أخرى عليك. وبالتالي شوف يعني الحسنات اللي راح هو الزيتون الجزائري، نتكلم على الزيتون الجزائري، شجرة زيتون جزائرية تقدر تعيش 300 سنة. صح. و300 سنة هي تكون ولدت آلاف أشجار زيتون أخرى أخذت منها. صح. يعني تصور أن الشجرة التي تتصدق بها ستتحول إلى حقول من الأشجار. صح. لأن يأخذون منها مشاتل ومشاتل ومشاتل، لعل الشجرة الأم تموت ولكنها تترك آلاف من الأشجار وهي كلها صدقة جارية. أما أين؟ في كل جهات الوطن بطبيعة الحال للأماكن اللي مستها الحرائق. هذه الأولوية، احنا دون الأولوية لمن احترق حقله. صح. ولكن لما يكون الخير والتبرع نروح لهذاك الإنسان الفقير اللي عنده قطعة أرض مات باباه خلى لهم أرض. صح. أم يتصلوا بي عجائز من الجبالة، جبال جيج السكيك داعين الدفلة، تقول لك يا شيخ أنا مات راجل خلنا الأرض بس ما عندهاش الشجرة. صح. وهذا عنده وهي كذلك مصدر رزق. الله يا رب. هذا أنا على درتها شجرة مثمرة كخطوة أولى لأن الناس تعيش منها. صح. يعيش منها الإنسان. صح. لو أن حمامة دير العش انتحف لك الأجر. صح.
لو أن إنسان يستظل بها فلك الأجر. صح. لو أن عائلة تعيش وتقتات منها وتحفظ كرامتها وشرفها فلك الأجر. المرحلة الأولى نحبي يفهموني بدينا بالشجرة المثمرة، ولكن أنا جايين إلى الشجرة الغابية. صح. وهي شجرة الخروب. صح. لما نجيو للشجرة الغابية نقدر نديرو أكثر من 10 ملايين شجرة على لأنها رخيصة. لأن الشجرة فقط يعني يا شيخ. نعم. ما يسترزقش بها فقط الإنسان بل حتى الحيوان، لأنه شوف النحل. نعم. النحل على سبيل المثال منين يعيش؟ يعيش كذلك من الأشجار المثمرة في الزهور. نعم. في حتى بعض الحيوانات البرية. وهي الشجرة جهاز أكسجين. نعم. سقساوني إخوة من أمريكا قالوا لي أنا لا يمنع أموال باش يوفروا أجهزة أكسجين، قالوا لي ولكن حلت مشكلة الأكسجين في الجزائر. صح. واش نديروا بتلك الأموال؟ قلت لهم ديروها الشجرة، لأن الشجرة جهاز أكسجين رباني طبيعي. صح. يمتص أكسيد الكربون ويطلق لك الأكسجين يتنفس به الإنسان والطير. صح. فهذا نحب يفهموني الناس أخي شعبنا، هذا باب خير. صح. ربي سبحانه فتحنا باب خير. صح. نتغيدنا الأغابة تاعنا احترق كذا، ولكن باب خير آخر إن شاء الله للشجرة اللي تحرقت نعوضوها، والإنسان اللي مرض ولا تحرق ولا يعالج. صح. واللي مات فهو شهيد، ما عندناش خسارة كما واحد ما عندوش الإسلام. إحنا الحمد لله الإسلام يجعل كل شيء فيه خير. صح. يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله عجب، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صح. الآن يا شيخ فقط يعني احنا نعرف المناطق اللي مستها الحرائق، كانت فيه مناطق يعني أولا تاع زيتون، أشجار زيتون، كان في مدينة خنشلة على سبيل المثال، والمناطق تاع الشرق معروفين بالتفاح، وكاين فيه مناطق رمان ومناطق ربما برتقال الى اخره. هل يعني راح انتم تشريوا الاشجار كل منطقه والخصوصيه تاعها؟ نعم. والمطالب تاعها، او ربما نوعيه الاشجار تاعها، وكيف راح تتم العمليه؟ نعم. اولا احنا ما راناش وحدنا، صحيح انا صاحب الفكره وبديت الحمله، ولكن معي مهندسين وخبراء والحمد لله يعني، ويعني جهات فلاحيه يعرفوا مليح هذا الميدان. احنا ينتبعوا الفلاح، فلاح احترق حقله تاع برتقال يطلب البرتقال ووفر له البرتقال عليه، لانه هو يتقن هذه الشجره. مثل الزيتون، زيت الزيتون على سبيل المثال، الزيتون ليس شيئا واحدا، كاين زيتون تاع الاكل ويحبونه في بجايه، كاين زيتون ليدير زيت الزيتون. صح. ويحبوه في تيزي وزو، كاين انواع، كاين في قالما شجره زيتون، كاين في جامعه بالكم مدينه صحراويه. صح. فيها مليون ونص مليون شجره زيتون. صح. احنا نتعاملوا مع الفلاح لان الفلاح صاحب صنعه. أنا تغيدني إنسان يصدق لي الشجرة ونعطيها الإنسان ما عندوش علاقة بالشجرة. صح. لا. ويحملها. الله يرضى عليك. صاحب صنعة، وعليها نخير المثمرة يعيش منها الإنسان لأنه يحافظ عليها. صح. سيسقيها ويلقمها ويحميها، وهذه الشجرة تلد أشجار أخرى. إذا احنا نتبعوا الفلاح الحاجة نتاعو. صح. وما نغرسوش هكذاك جزافا، ولا لا كل شيء يعني ما فيش فوضى. ثم قال الصدقة فقط للصدقة، بل هي الصدقة للإفادة والاستفادة، وكذلك بالعلم وبالاحتياجات تاع كل منطقة. العلماء قالوا كما هناك صدقة هناك الحكمة في الصدقة. صح. الحكمة يعني صحيح الصدقة مليحة، ولكن لما تكون الحكمة في الصدقة تجيب الأجر انت حالي ركناويها انت. صح. ما نقدرش نحن نعطينا شجرة رمان في أرض ما تصلحش للرمان ويموت. صح. كاين نوع من التربة شجرة الزيتون تعيش 5 سنوات وتموت. صح. أنا أفضل نغرسها في تربة لتعيش 300 سنة. مثل منطقة القبائل على سبيل المثال، في منطقة يعني المناطق كثيرة. كما جيجل سكيكدا هذوك الجوية يحبوا الثمار، يحبوا الكرموس، يحبوا الرمان. صح. يحبوا الفراولة، يعني. صح. وين تعيش الشجرة يعني. طيب قبل ما نواصل فقط، قبل ما نواصل يعني سمحوا لي يعني نديروا فاصل، ليس فاصل إعلامي كما التلفزيونات، لكن فاصل ونعود إن شاء الله كيفية المساعدة. شيخ أنت عشت يعني معاناة المغتربين تاعنا لسنتين. نعم. بسبب الوباء، والشيخ نذكر فقط أنه مسته كذلك هذا الوباء الخبيث. نعم. الكورونا، والحمد لله اليوم راهو معانا الشيخ يعني مثل ما قل سالما معافى. ونذكر كذلك إخواني أخواتي أنه الشيخ كان في نفس الفترة اللي توفى فيها صديقنا. نعم. وحبيبنا سليمان بخليلي، رحمه الله، ندعيه له ربي سبحانه في هذه الليلة المباركة. آمين. إن شاء الله أنه يرحمه ويرحم كل الموتى تاعنا اللي فقدناهم كذلك يعني في هذه المرحلة الصعبة والخطيرة كذلك. الشيخ
علاقتك مع المغتربين. أنت عندك برامج تلفزيونية مشهورة محبوبة لها مكانة خاصة في قلوب بيوت الجزائريين، لا سيما في ديار المهجر. نعم. لأنه نأكد لك ويأكدوا لك الإخوة أنه يتبعوك خارج الوطن الحمد لله. أكثر من داخل الوطن. أحكينا على علاقتك مع المغتربين. أولا أنا علاقتي مع المغتربين يوميا، أعيش معهم يوميا، لأن مستحيل نحل الهاتف تاعي وما أصيبش مئات الأسئلة تأتي من عندهم. صح. ومستحيل نحل الهاتف تاعو ما يصيبش العارضه، يعرضوني يا شيخ روح عندنا المكان الفلاني وندير لنا الدرس ونكرموك وروح لبيتي. ثم حتى الاشواق نتاعهم ولما الطيران تغلق يتصلوا يطلبوا الدعاء ساكن. يا شيخ ادعي ربي يفرج علينا وتفتح ونجول نزور البلد. صح. انا قاصني واحد اللقطه قالوها لي جزائريين جاوا من فرنسا. صح. كان المهاجر الجزائري يروح للمطار يدي معاه جهاز تنفس. إيه؟ جهاز تنفس يعني ان كونسنتراتور يعني. يحوس على اي واحد هابط للجزائر، ماشي يقول له هاك اديه لخويا ولا لعمي، لا لا يقول له هاك كي توصل للجزائر اللي تصيبه محتاج اعطيه له. صح. حتى حكى لي واحد الجزائري قال لي قلت له انا خاطيني ما نقدرش ندي، قال له لا لا مانيش نقول لك اديه لفاميلتي، لا لا روح برك هبط للجزائر. استقصي اي انسان في حاجه الى جهاز تنفس اعطيه له. الجالية بعثوا لي أجهزة تنفس من فرنسا من ألمانيا، كانوا عندنا أجهزة في روسيا ما قدرناش ندخلهم، كانوا أطنان تاع أجهزة في فرنسا ما قدرناش ندخلهم، ولكن الجالية وقفت. صح. وبينت واتصلت. والعجيب في الأمر أنهم يسألون عن كل ما يتعلق بالبلد، إذا أكسجين يتصل يقولك يا شيخ أنا نحب نبعث لك جهاز أكسجين كيفاه ندير، إذا حرق غابات أو يتصل، إذا تعقيم كما كنا نقعقمه في العاصمة. صح. يتصل. ثم نقول لك كاين في الجالية اللي هو يتصل بيا ينوي حفر بئر ماء. بئر ماء. صح. بئر ماء يتصل يقولك يا شيخ دير لي بيوت عماء على بابا على جدي. صح. على عمي. صح. وهكذا. صح. صح. حق أنا أعيش مع الجالية يوميا، ماشي قال نسمع بهم مرة في الزمن. صح. لكن يا شيخ كيف بإمكاننا أنه نستفيد من أبنائنا خارج الوطن؟ لأنه مهما يكون يا شيخ، يعني هذه حقيقة يجب أن تقال، هذا اللي رام يتبعوا فينا من وراء البحر ويتبعوا فينا من وراء المحيطات وربما في القارات الخمس، حبوا يعاونوا، حبوا يساعدوا، قلوبهم رام هنا الآن على سبيل المثال متمنين أنه يجلسوا معنا جلسة هذه علي. يعني وتشوفوا على سبيل المثال نطلب من الصديق المخرج اللي راهو معايا لو يعطيني هذه السنيوة برك اللي جابها لنا الشيخ. تفضل شكرا. تفضل هاك المكان. تفضل تفضل الأخ طارق. يعني باش حبيت نقول فقط يعني كل مغترب جزائري إلا ومتمني من صميم قلبه أنه يكون هنا، لأنه جا الصيف ما جاوش، الصيف اللي فات ما جاوش، عيد الكبير كما نقولوا عيد الأضحى ما جاوش، عيد صغير ما جاوش، رمضان ما جاوش، الآن رانا نشوفوا فيهم رام يعني بداوا يجيوا يا شيخ. يعني ربما كلمة لهؤلاء اللي انتظروا الكثير، ويعني من جانب الروحاني من جانب الديني والله الإسلام يا كيف يعني هذا الإنسان اللي قلبه مثال حب يروح، ويعني والحنين للوطن ربما عنده أجر في ذلك. والله يؤجرون على أشواقهم. أنا أقول لكم تؤجرون على أنت راك مهني مهاجر تصيبه لباس به، عنده دار وعنده فيلا عنده خدمته يخلص بالأورو، ولكن يبكي على بلده ويبكي على الإسلام هو، ما هوش يستنى حاجة، ما هوش يحوس يجي هنا باش يطولوا سكنة ولا هو ولا حتى السياحة. الله يرضى عليك. كان الروح يعني نشوف أهلي نشوف بلادي. تفضل شيخ. الأشواق هذيك الحنين إلى بلاد الإسلام، الحنين إلى سماع الآذان، الحنين إلى الاتقاء، الدفء العائلي، المحبة. المهاجر اللي كان يبكي وعندي أو بالك أو يشوف فيها يبكي باش يجي يشوف يماه. صح صح. ويماه ماتت بالكورونا وما شافهاش رحمة الله عليها، عليه لا يؤجر على دموعه، لا يؤجر على دموعه. ناس كانوا حابين يجوا بإتلاقهم عائلتهم وفقدوهم. صح. فقدوهم. زيد كاين مهاجرين هما حكاوا لي هما أصيبوا بالكورونا ويبعتوا الأدوية للجزائر. صح. وهو صح. مريض. صح. يعني عنده عذر، لو كان ما يهتمش بالأمر قاعوا معدوه قالوا مريض وقاعد في بيته. والله هما مرضى ويبعت في الأدوية ويتصل بيا بالهاتف يا شيخ أنا يبعتكم الدواء الفلاني عند فلان أو يجيبوا لك فلان صدقه لي على العائلة تاعي ولا باباه ولا إما المهم الصدقة الجارية. فيعني جالية كما هذه
لازم نعرف قيمتها هي الأولى، القيمة نتاعها، لأن ما نشعر في قيمة هذه الجالية في كل أنحاء العالم. ثانيا أن نشجعها ونثمنها ثم نخاطبها باللغة التي تفهم. صح الجالية أنا عليه يتبعوا الحلقة نتاعي. صح نكلموا أنا يما تقول العجار ما تقولش النقاب. صح احنا نقولوا العجار. صح نكلموها باللغة التي تفهم. نقول لكم حاجة الله يرضى عليكم وسمحونا سمحونا انا شعبي كيما انتم بصح نقول لكم سمحونا خاطر انا مقصرين في حقكم. انا الشيء اللي نقدر اللي يبعث لي سؤال نجاوبه، اللي يبعث لي يحوس على فتوى نعطي له الجواب باش يعرف حكم الله في المساله. وندعي ربي تفتتح ان شاء الله هذه المشاكل ويرتفع الداء والبلاء. كاين ناس ماتت مازالها في ليموك في الخارج. صح صح مازال الى يومنا هذا ما استطاعوش يبعثوه كي يدفن في بلده. هو اتذكر يا شيخ يعني للامانه فقط وانا نقولها ونزيد نعاودها دائما انه فضل الدوله على موتانا كبير. الحمد وهذه هذه شهاده يجب احنا يعني يجب الانسان ان يكون صادق. وقال لك يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. انا اتذكر جيدا لانه تبعت الملف هذا نتاع الموتى لانه امنيه كل مسلم خارج بلده انه يدفن في البلد. هذه امنيه كل واحد يعني كانوا حتى الجزائريين لابنائهم حطوهم في ديكافو بروفيزوار يعني حتى الشيخ فقط يعرف شو الكافو ما يدفنوش يعني تحت الارض يحطوه في مكان. نعم ويقول لك احنا نحافظوا على الميت هذا حتى ربما تتحل الحدود ربما يرفع لنا ربي هذا الوباء وبعدين نبعثوه البلد ليدفن في الارض تاعه وين ماتوا الاجداد تاعه وين ماتوا الاباء تاعه وين ماتوا ربما الاخوه والاخوات تاعه. وكذلك يقول لك لانه هذه امنيه الاب تاعنا وامنيه الام تاعنا. الحمد لله يعني ربما الفضل يعود إلى الله عز وجل ويعود كذلك إلى الجهات الرسمية يعني اللي عملت معنا في هذا الموضوع وأنا أشهد على ذلك. كنت يعني من وراء ذلك وزارة الداخلية وزارة الصحة وزارة الشؤون الدينية درنا قرار يا شيخ للمعلومة ولينا نجيب الموتى تاعنا حتى اللي كانوا مرضى ماتوا بالكورونا لأنه في وقت ماذا كانت الكورونا ما يجيوش. وبالتالي الحمد لله فقط. وأنا أتذكر جيدا حتى تكلمت مع الوزير أنا ذاك الخارجية وقلت له يعني ماذا بينا حتى الميت كي يجيبوه يعني الصندوق أو السركي تاعه تفرقوا بين الميت بالموت العادية وموت الكورونا. نعم. ودرنا الآن ربما الإخوة يشوفوا أنه الميت كيموت بالكورونا نديروا له يعني قماش أكحل أو أسود والميت بالموت العادية نديروا له يعني قماش أخضر حتى يتسنى حتى الإخوة توعنا اللي في المطار يعرفوا الفرق بين اللي مات هكذا ويأخذوا الاحتياط تاعهم بطبيعة الحال. فقط نقول لكم أن الموت بالكورونا ليس عيبا هي شهادة أو شهيد يعني. صح. يعني يا ربي شرف هذه العائلات أن فيكم شهيد. صح ماشي كما يعتقدوا الناس كاين الناس يشوفها عيب وعار ويخبي وبابه مات بالكورونا هو يستحي. لا أي شهادة من مات صابرا عند البلاء فهو شهيد. المرأة الحامل إذا ماتت فهي شهيدة. اللي يسقط عليه البناء في زلزال أو غيره فهو شهيد. الحمد لله هذه أمة مرحومة هذا ربي إن شاء الله رحمة تعو في هذه الأمة. نعم حبيت المهاجرين فضل. فقط يعني أرقام الحملة اللي حبي يتصدق الأرقام راح نرجعوا لها راح نرجعوا لها يا شيخ هايلك باش يتصلوا بينا يا شيخ. لازم تعرف أنه احنا يا ما نشوفوكش دائما الله يرضى وما نلقاوش في مناسبات كما هذه. حبينا نبروفيتيو يعني حبينا نستغلوا فرصة وجود يا شيخ. آلاف من المتابعين ربما مئات الآلاف اللي راهم يتبعوا فيك واللي راحين يزيدوا يعيدون المتابعة يعني الريبلاي في قضايا كثيرة يعني وفيها المغتربين تاعنا. فأنت كشيخ كداعية كربما رجل لك خبرة وتجربة في الميدان ربما نصيحة. فيه جزائريين على سبيل المثال فيه مشاكل بين الزوج والزوجة خارج الوطن. فيه كذلك على سبيل المثال تربية الأبناء. فيه كذلك على سبيل المثال يعني فيه شجار بين الجزائريين خارج الوطن. الزواج على سبيل المثال الجزائري يعني دائما حبه وربما الرغبة تاعه وربما الأمنية تاعه أنه يمد بنته الجزائري أو مسلم. فنصيحتك يعني على بعض المشاكل اللي راهي تعاني منها لربما لأنه هذا اللايف يا شيخ راه تفرج فيه الزوجة والزوج. نعم. الابن مع الأباء تاعه. فما هي نصيحتك يعني لتكوين ولم شمل الأسرة الجزائرية خارج الوطن لأنه هنا هي ما عندهاش خالها وعمها وخالتها وخاله ليقدروا هما يساعدوا ويحاولوا هما يصلحوا ذات البين يعني بين الأسرة. نعم. فما هي وهي لأنه أسئلة رايجيك في هذا الباب كذلك. تأتيني دائما النصيحة نتاعي من أراد أن يبني أسرة في كل أنحاء العالم فليبنيها على الصدق. الصدق إذا وجد الصدق
ولو تكون هناك مشاكل نقدروا نتغلبوا عليها، مستحيل ما تكونش مشاكل لان دوام الحال من المحال. يتصلوا بعض الناس يقول لي يا شيخ شوفوا شو وقع، عادي ما دام رانا عايشين في هذه الدنيا وما راناش في الجنه راح تكون كاينه مشاكل، ولكن لما يكون كاين الصدق، هذاك الصدق هذاك هو اللي يخلي هذيك المشاكل كيما شتو ترانسفو تاع الكهرباء تريسيتي تجي 220 هو يهبطها يردها 120. الصدق هو اللي يخلي قلب الانسان مرتبط بالله. والمرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة، يقول عليه الصلاة والسلام ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. انت رجال قوامون على النساء، قوام التكليف وليست قوام الشريف. انت احسن الى زوجتك، انت اكرمها، انت عوضها عن الوطن، عوضها عن الاب عن الام، صح. انت كلها كل شيء، صح. ولا سيما في الغربه يعني، وهذه القوامه. هما كاين اللي يفهم القوامه زعما الشريف عملوا محسوبه راجل خير من المراه، صح. لا لا، الرجال قوامون على النساء قوام التكليف، يعني انت تقوم عليها، انت تشرف، انت تخدمها، هي راهي قاعدة في البيت ولا راهي ما نعرف وين راهي تكون، ولكن أنت لوظيفتك توفر لها الجو تاع الراحة وتعاونها على هذه الغربة، صح. هذه ما عندهاش كما قلت خال ولا عم ولا أم ولا أخوها ولا باباها ولا يحميها، راهي بين هي والرجل. والمرأة كذلك، هذا الرجل هذا راهو كنز، كنز لازم تعرفي بلي عندك كنز بين يديك. كيف كنز؟ تدبري منه الحسنات، صح. تدبري منه الحسنات، عن بالك طاعة المرأة لزوجها باطل، ما كيش خالصة، والله أجرك عند الله عظيم. إذا طعتي زوجك وأحسنتي إليه وكرمتيه وخدمتيه، هذا زوجك. لو كتقول له، يقول لهم كيف تطيعي الزوج يا أخي؟ لما تكون في الشركة مليح كي تطيع المدير، صح. وكي نمشوا في الزنقة مليح نطيعوا قوانين المرور، صح. كيف يدارك طيعي الزوج تاعك في غير معصية الله؟ لما يكون كاين الصدق في العائلة ونحافظوا على أولادنا، ماشي حتى يولي راجل، لا لا، من الصغار يشوف باباه داير يسجد، باباه داير الصلاية يشوف باباه يصلي، يشوف العائلة في رمضان، يشوف باباه كيف يقرأ القرآن، فينبت هذا الرجل كيما الشتيلة، ينبت ويتبع باباه. أما إذا كان هما كاين ترك الصلاة ونسى دين ونسى الإسلام، وما بعد يقول لك ولادي مداوهم لجهة يعني أخرى، لداس يعني، إيه. لداس يعني. ثم الآن ما رأيش كاين غير الديانات يعني، أو كاين حتى لسكت طوائف، صح. طوائف، صح. طوائف شيطانية، عباد الشيطان، عباد كذا، عباد يهوى، أكو تعرفوا بلا ما نفصلكم، أكو عايشين في أوروبا وشايفين كلش. المحافظة على الأولاد من الصغر، لما تجي تبني أسرة، الزوجة نتاعك ماهيش مجرد كوارط، اتقي الله، آه، صح. لا ماهيش كوارط، من نظر إلى زوجته على أنها كوارط أو يدمر في العائلة تاعه. وهذه ربما يا سيدي المحترم نصيحة كذلك، لأنه في بعض الآباء، وهذه نقولها لأنه أنا مسؤول على كلامي وبحكم الخبرة والتجربة يا شيخ، نعم. في بعض الأحيان الأب مسكين أو الأم تحب تزوج بنتها مع واحد يعني يقول لك ابن البلد، إلا وهذاك الشاب هذاك يعني عنده فكرة فقط خبيثة أنه يدير الأوراق، يجيب له طفل أو آخر، والعكس صحيح كذلك، نعم. المرأة تدير الراجل، فهذه ربما نصيحة لهم يا شيخ. من نظر إلى زوجته على أنها مجرد كوارط، غير تصب شتي تشمخو وخلاص، صح. ومن نظرت إلى زوجي على أنه كوارط، غير تصب شوية شتات على المشاكل والهموم ولا يهرب ويخليها، ما لا، وشنو هي؟ ما أكرمهن إلا كريم، نية الدوام، إنسان ينوي الصدق وينوي ربي يوفقه، ثم الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، صح. مش علي يبتلينا ربي وإحنا وش نقولوا مش ما يبتلينا، صح. يبتلينا ربي ونصبروا كما كانوا جدودنا، يا شوفوا جدودنا عاشوا استعمار، عاشوا الفقر، وجابوا أولاد وجابوا شهادة وجابوا علماء وجابوا شخصيات وربوا بناتهم وربوا كذا، واش عليه نجوعوا نفقروا ونمرضوا، ولكن أنا مأجورين عند الله. كين الصبروا ربي يفتح علينا، بصح كين نذمروا نسخطوا ما نصبروش ونتقلقوا وزعما نحتاميوا بالقانون، أو كاين شي نساء راجلها يتحتاموا ولكن غير توقع مشكلات تحاول تحتمي بالقانون الفرنسي ولا الأوروبي ضد ولا الأمريكي ضد الزوج نتاعها، لا لا. واحد السردو كان يمشي مع الجاجة نتاعو، كانوا يمشوا، ومن بعد الجاجة ورات له الجواج معلق الجيجان، قالت له هذوك علاه معلقين؟ قال هذوك اللي ما يطيعوش رجالهم. هذه احنا نحكيوها بالدارجة باش يفهموني الناس يعني. إذا ندلنا، تفضل. إذا أنا أوصي العائلات المسلمة كاع الجزائرية وغير الجزائرية، ابنوا بيوتكم على الصدق،
ولما تكون كاينة مشكلة صاحي الزوج تاعك ما تخدمياش موضعه وقولي له ها وش هو يؤلمني، وانت عندك زوجة روح ليها صراحة بما يؤلمك ها وش هو يؤلمني، لعلك ماكش فهم مليح، لعلك كاين تأويل، لعلك كاين شبهة، لعلك كاين حاجة ماكش فهمها. هذاك الصدق وهذيك المصارحة هي الحب، الحب هذا بين الزوجين ما هوش مجرد كلام. وفي بعض الحالات يا شيخ كذلك أنا تمنيت والله بكل صراحة اسمحوا لي يعني، لأنه عندي كثير من الأسئلة في العديد من المواضيع أو ربما حتى الانشغالات تاع الجالية، وأنا ربما رح نقترح عليكم في النهاية شيء وبالموافقة تاع الشيخ وتاعكم نشوفه يا شيخ. كذلك في بعض الأزواج اللي متزوجين خارج الوطن ومتزوجين داخل الوطن، تاع الوطن ما على بالها بلي زوجها راه متزوج ليه، وتاع اللي ما هو على بالها بلي راه متزوج، وفي بعض الأحيان كي تصرى وفاة يلقاو مشاكل. يعني نعطيك على سبيل المثال مؤخرا واحد الزوجة جات هي وزوجها جابته مات ليه، لقات زوجة تاعونا في الجزائر يعني أبنائه راحوا يسنوا الزوج تاعهم وصرت عركة في المطار، لأنه هنا ما يعلى بالها باللي هذه مرته وتعليه ما يعلى بالها مرته، ربما نصيحه ترجع دائما في الصدق. وهذه يعني هذه المغامرات هي اللي تؤدي في النهايه الى الفتنه وتؤدي الى الصراع. واش الفائده انك انت في حياتك دير زوج زوجات وكي ما تخلي زوج عائلات يتقاتلوا بيناتهم؟ صح. واش الفائده نتاعك؟ يعني انت خمم يوم القيامه الدنيا روح دير زوج زوجات، هم قالوا عندك زوج زوجات ولكن خليت عائلتين يتقاتلوا. من المشاكل اللي تصلني بزاف مهاجرين جزائريين في أوروبا يبعثوا أموال لهنا للجزائر يبنيوا فيلا يبنيوا، ولما يجي مسكين يصيبهم هذيك كتبوها على اسم واحد آخر محبوش يعطوها له وخدعوه وغدروه. مهاجرة جزائرية بنت فيلا كاملة تبعت في دارها مسكينة، ما فلما جات هنا صابت هذيك الدار كتبوها على ناس واحد أخرين وهي ولات مشردة يتحوس وينتبس. هذه المرأة هذا من الظلم. سؤال آخر يا شيخ، هذه كذلك يجب أن نقولوها وأنا دائما هذه في قلبي ومتأثر في نفسي وفي شعوري كذلك، كاين كثير من الجزائريين يا شيخ لأنه هذا الورث هذا ربي سبحانه هو اللي قسمه وهذا حق اللي أعطاه ربي العباد تاعو والعائلات. كاين كثير من العائلات الجزائرية هنا يا شيخ كيموت لهم الأباء نتاعهم تاع فرنسا ينساهم، يقول لك اي اختي وش دير، اي لبس بيها ما تحتاجش، او خويا لبس به، وبالتالي يحرموا الابناء تاعهم من القسمه اللي اعطاها لهم ربي سبحانه. فما هي نصيحتك ربما للعائلات اللي راهي تتبع فيك الان؟ هذا من اكل اموال الناس بالباطل. اذا مات الميت يجب تقسيم التركه، والتركه ماهيش ملكيه خاصه يقسمها الانسان كما يشاء. او شعل من يموت انسان بقول لك يما انا ما حبش تقسم، شكون قال لها تقسم ولا ما تقسمش؟ إذا مات الإنسان تقسم تاريكا نتاعو على من ترك، ماشي كيما يحبوا هما، لابد تقسم. وإذا إنسان ماهوش معانا أو في الخارج في المهجر نحوسوا عليه ونعيطوا له ونعطوا له الأمانة نتاعو. هذه مسألة ليست بأيدينا، واش عطى لك ربي قول الحمد لله. ولكن من أكل أموال الناس بالباطل أنهم يستولوا على الميراث. صح. ويقولوا فلان أو لا باس به. صح. أو زعما ولا باس به. أو في باريس أو في كندا. لا باس به. وأنت واش دخلك لا باس به ولا ماهوش لا باس به؟ أعطي له أمانته في يده. يا ربي حتى يميشها يصدقها. إذا هو شدها وامتلكها وبعد ذلك صدقها هذا جات من عنده. ولكن مبدئيا كما يديروا بعض يقول لك البنات ما يعطولهمش الميراث. ما يعطوش البنات. صح. يقول لك زعما لأن الطفلة تستحي. وإذا كانت هي تستحي أنت علاه تستحي تعطي لها الميراث نتاعها؟ أعطي لها ميراثها تشدوا في يدها، وبعد ذلك إذا شاءت أن تتصدق به تتصدق به، ولكن ماشي ما تعطيه لهاش. صح. كاين كذلك الإخوة المهاجرين يستقسوني بزاف على الحلال والحرام في ميدان الأكل. نعم صح. الأكل هي مشكلة كبيرة. صح. ولكن الحمد لله بلغني أن كثير من المهاجرين فتحوا مطاعم، فتحوا جزارة، فتحوا يعني ما ولاتش مشكلة كبيرة. صح. في موضوع ما يؤكل. وأنا جيت إلى ليل وقعدت فيها حوالي 6 أيام. صح. ورأيت الحمد لله مطاعم الحلال المهم ما نشبعوش كثير المغتربين تاعنا بوجودك يا شيخ. لكن عندي اقتراح في النهاية إن شاء الله نرجع لموضوع التشجير. نعم. لأنه هذا هو الموضوع المهم. إحنا ماذا بينا أولا نفرح العائلات اللي كانت ضحية الحرائق هذه اللي صارت، هذه أولا. ثانيا مثل ما قال الشيخ الآن، هذا لسان الشيخ ولسان يعني الإسلام ونبينا يعني عليه الصلاة والسلام وربي سبحانه يعني ذكر ذلك في القرآن وإلى كل يعني الرسل من خلال يعني
أقول يعني ما أوحى إلى إليهم. فبالتالي راح إن شاء الله العملية هذه نبدأ فيها يا شيخ متى إن شاء الله. وأنا أؤكد ويعني أعلم إخواننا المغتربين أنه راح نتبعوا أنا والشيخ وراح نشوفوا دي لايف في كل مكان. راح تشوفوا دي لايف حتى الإخوة يشوفوا الشجرة اللي غرسوها وصدقوها وغرسوها وين توصل إن شاء الله. العملية متى تبدأ يا شيخ؟ تبدأ من أول محسن يتصل بنا ويسل صدقاته. داكور. إحنا إذا استلمنا الصدقات إحنا نشوف بالمجموعة أنقو شجرة زيتون يدي أوه اتصلوا بنا تصدق. كاين محسن واحد الحمد لله مصطيف اتصل بنا حيصدق 100,000 شجرة. صح. 50,000 شجرة على بابا 50,000 على يما. إحنا لما يعني العمل الخير يحركه المحسن والمحسنة. طيب. من مات له عزيز يتصدق عليه. صح. ولا سيما في هذه الظرف يعني تاع الكورونا. وحتى الانسان يعني يصدق حتى على ابنائه. نعم. يصدق حتى على نفسه. على نفسه. وهذه صدقه جاريه ما دام الانسان روحي يا شيخ. نعم. ما ينتظرش روحه يموت. ما ينتظرش روحه انه يموت ومن بعد يقول لك يصدقوا عليا. ربما ابناء تاعك ما يصدقوش عليك، ربما بناتك ما يصدقوش عليك ما دام روحي. نعم. راهو حي وقادر يمد وقادر يمشي وقادر يصدق وقادر يشوف صدقه تاعو بالاعين تاعو. افضل انه يصدق. والانسان كما يدير مجد كما يدير. نعم. حابوس الى اخره. يا شيخ الان سؤال. الان انا على بالي باللي الاشكاليه تاع المغتربين لانه كانت عندنا واحد التجربه درناها يا شيخ في مناسبه عيد الاضحى المبارك مع جمعيه كف اليتيم ودرنا اضاحي العيد مثل لي كونسنتراتور. الاشكاليه دائما المغترب يقول لك انا كيفاش نصدق كيفاش نعاون وانا راني ساكن في كندا. انا مشيت لهم بواحد الطريقه لكن انا ماذا بيا نكلمك عليها امامهم. نعم. واذا عندك طريقه اخرى تفضل. احنا الطريقه يا شيخ قلنا لهم احنا اللي عنده خوف في الجزائر ولا عنده بابا أهله. عنده اهله في الجزائر يتقرب للشيخ. نعم. قال احنا يا جايين على سبيل المثال بنتي او بني في كندا او في ايطاليا او في اي بلد في العالم كلفني باش نشري 10 اشجار 100 شجره 1000 شجره 50 شجره هاي الأمانة. نعم. تاعنا هذه ربما الأفضل يا شيخ. هذه والأسهل. والأسهل لأنه باش نتكلموا مع الخاوة ونكونوا صادقين احنا ما عندناش لا كونت بونكار يعني باش الإنسان يدفع. نعم. الكونت بونكار هذا من دراهم الإنسان ما يتحملش المسؤولية تاعهم. كذلك في طريقة أخرى ربما تشاطرني في الرأي يا شيخ وربما إذا في شيء تقدر تزيد تفصل فيه أنه إذا كان الناس يكلف باباه ويقول له روح لي كاش مشتا كاش يعني. نعم. بيبينيار وشري 1000 شجرة وديها للشيخ لأنه الشيخ عنده. نعم. برنامج. نعم. وعنده مواقع كذلك بإمكانه أنه يدير هذه العملية بدون ما يجي من دراهم للشيخ. نعم. أرانا يعني كل الحالات باش فقط نسهلوا المهمة تاع المغترب تاعنا اللي راهو يتبعنا. نعم. تفضل شيخ. هذه من الصدقات الجاية. عندك عائلة في الجزائر كلفهم يجيبوا الصدقة احنا نشدوها. تستطيع تشري في مشتلة اطلب النصيحة منا لان احنا نعرف المشاتل. صح. والاسعار مختلفة وربما كي تشتري منها مشيخ الله تفوضت معاهم يعني داروا لك سعر خاص. انا لما نشري بالخمسين الف شجرة ومائة الف شجرة ماشي كما واحد يشري 10-15 مئة. صح. السعر يكون مرتفع. هذه واحدة. ثم الشجرة ليست شيئا واحدا كاين اشجار زيتون ولكن تكون فيها امراض يعني مدى به ساني شاورنا وحنا ننصحوه باش الصدقة تكون صدقة وفيها حكمة. تعاملنا بعض المهاجرين بعتونا عن طريق يونيون بنك هكذا ولكن صبناه يدي شوية وسترينيون. الله يرضى عليك. كاين بعض مهاجرين جزاهم الله خير ما يبعتونا عن طريق وستر يونيون يعني الله يكثر خيرهم ولكن صبنا بلي يدي هو يدي وصح يدي وشوية. صح. إذا ما كاش طريقة قاع إلا هذه الطريقة واش عليه. إحنا الفائدة فقط أن تصل الصدقة وتروح لمولاها ويدعيوا لكم بالخير وتربح الخير وشوف السعادة تاعك في قلبك كي تحس روحك درت شجرة في بلادك. صح. السعادة تاعك وقد ما تكبر الشجرة هذه قد ما الرزق الله يرضى عليك الرزق يرضى. صح. وانت راح تنسى انت راح تنسى. انا نقول لكم كاين ناس صدقوا وناسي ولكن هو عنده زيتونة في تيزي وزو راهي تكبر عنده قارص في عين دفلة عنده رمانة في جيجل. صح. عنده عنب راهو في سكيكدا وكل ولاية أو دائرة فيها صدقة وهذيك الصدقة راهي تنفعه ويوم القيامة تجد صدقتك الجارية. هذا اللي يحوس الإنسان كيفاه ربي يرضى علينا. المهم الشيخ فقط أنا راح نبقى مع المغتربين تاعنا إن شاء الله. نعم. وراح يتواصلوا معايا بطبيعة الحال وهذا أكيد وشي يعني اللي ننتظره. أنا راح تكون مكالمات من وراء هذا الحوار الشيق وراح نعطيكم كل المعلومات وراحين كذلك تشوفوا كل العملية هذه بالصور هذه حتى باش
يعني تكون شفافية وتكون مصداقية، لأنه يا شيخ نعم. الثقة مهمة جدا في الموضوع هذا. بقية من جانب الفتوى فقط. فتوى هاي آلاف آلاف الأسئلة تصل إلي، كاين ناس مقلقين يكتب لي شيخك ما جاوبنيش إلى آخره. الصبروا علي والله العظيم ما راني قادر نجاوب على تلك الآلاف، الحصة فيها 10 دقائق. يعني هذا يهضر على التلفزيون برنامج التلفزيون. يعني آلاف الأسئلة تصل، ولذلك الصبروا علي لي راني قادر نجاوبه بالواتساب، هاني نجاوبه، لي قادر نجاوبه في الحصة، هاني نجاوبه، خطأت نجمع الأسئلة. يجوني مثل 70 سؤال في توقيع الصلاة، نجاوب على واحد، هاني جاوبت على 70 إنسان. الفايدة ما تتقلقوش، ما تقولش الشيخ ونساني ولا أنا ما عندي سلة مهملات، كل إنسان يبعث سؤال علي أن أجيبه فقط، ما يتقلقوش يعني. واللي ما قدرش يصل إلي هاو سامي شعبنا ها هو هنا بعته له السؤال اللي عنده يعني. جزاك الله خير يا سيدي، ربي يحفظك يا شيخ. الله ربي يحفظك يا شيخ. أنا حبيت ندير لكم اقتراح. المهم حنا هذه كانت انا الشيخ نعرفه من زمان يعني بكل صراحه، وانسان نحبه ونحترمه ونقدره، انسان يدخل القلوب كل جزائريين، لانه انسان تاع طرائف، والانسان يحكي الواقع، والانسان يتكلم وعنده اسلوب، وعنده اسلوب القاء، اسلوب القاء نتاع الشيخ شعبي. هذا هو الشيء اللي مقبول. احنا في التلفزيون الانسان كيتكلم هكذا معكم بالعربيه الفصحى، اخواني اخواتي تحياتي و و و، كاين ناس ما تفهموش، لكن الشيخ يضرب العربيه تاعنا احنا تاع العاصمه هنايا، تاع العقيبه، تاع بالكور، وتشوفوا الشيخ كيشوفوا في الشارع. يعني باش نحكي الاخوه فقط باش يضحكوا، وهذه حقيقه، كي تمشي مع الشيخ تعرفوا انتم ماك البيس، البيس هذاك اللي عنده لي ستاسيون، عنده المحطات، تسمى راك تمشي مع الشيخ ويحبس، صور توقيع سؤال وهكذا. مالا اللي يمشي معاه نقول له يا شيخ ارحم والديك اعذرني اليوم ما نقدرش نمشي معاه، لانه عندك عده محطات. فقط يا جماعه انا عندي اقتراح، مما دبيا انتم ما تقولوا لي، لانه انا دائما نرجع للاخوه المغتربين. احنا نقولوا بكري كان عندنا واحد المصطلح ويعني وكبرنا عليه يا شيخ، من الشاب والى الشاب. انا نقول من المغتربين والى المغتربين، من المهاجرين والى المهاجرين تاعنا. اذا عندكم ربما، انا هذا مجرد اقتراح مني والله صدقوني، وانا عند الشيخ اللي فكرت فيه، ربما نديروا حصه معاه موش تاع تلفزيون، لانه الان العالم ولا انترنت، الان ولا انترنت، يعني هذه ربما برنامج راح يشاهده الشيخ بالكش في النهايه، بالكش اكثر من برنامج تلفزيوني. لو نديروا معه برنامج ربما نشوفه مع الشيخ، وهذا بال 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 بالطلب تاعكم او بالرغبه تاعكم، نديروا معه مره في الاسبوع او مره في الاسبوعين لقاء مثل هذا، نلمولوا الاسئله، نلمولوا نعم الاسئله نتاع المغتربين تاعنا، ونجيو في لقاء مثل هذا. وقال يا شيخ لا ادري انا يا سيد محمد من كندا ها وش يقول، الاخت لا ادري فريده من الامارات وش تقول، الى اخره، ونلمولوا عده اسئله. اذا راكم راضيين اخواني اخواتي، وربما هذه تشوفوه كذلك حاجه مهمه لكم توما، تواصل مع الشيخ على المباشر، انا مستعد بكل صراحه خدمه للجاليه وخدمه للوطن وخدمه للاسلام، انه نديروا لقاء والشيخ. انا ما نظنش انه راح يرفض هذا الطلب مثل هذا، هذا نخليوها لكم ليكم ان شاء الله، يعني حصه للفتوى، يعني الحصه للفتوى مع ابناء الجاليه فقط، موجهه للمهاجرين. هذه ان شاء الله الشيخ إن شاء الله. بعد يرجعني عليها ان شاء الله، نوصلوا للنهايه، نطلبوا من شيخنا ومن فقهنا ومن ابونا يعني بكل صراحه، يعني انه اولا يدعي للموتى تاعنا من ابناء الجاليه اللي توفوا، من العائله تاعهم اللي توفوا في الوطن، من ابنائكم يا اخواني اخواتي انتم في الغربه اللي راهم في على مقاعد الدراسه، يعني راهم في المدارس وتنتظرهم امتحانات وتنتظرهم لا ادري يعني فروض الى اخره، يعني بالصلح بالنجاح الى اخره، والى مرضانا كذلك يا جماعه، لانه كثير يا شيخ ربما نصيحتك كذلك، لانه عندنا مرضى يعني جزائريين في بعض الاحيان في المستشفيات ما كانش لي زورهم، ما كانش واحد لي زورهم من الاخوه تاعهم، وانت تعرف حاله المريض كيكون مسكين في المستشفى نعم. واحد ما يجي يزوره يزيد يمرض. فبالتالي يا شيخ حبينا في النهايه نرفع ايدينا يعني لله عز وجل، يا اخواني اخواتي في كل الدول اللي راكم تتابعوا فينا، نرفع ايدينا الى الله عز وجل في هذه الليله المباركه، داعينه بطبيعه الحال انه يتقبل دعاء شيخنا في هذه الليلة المباركة. آمين يا جماعة، يا الله يا جماعة، بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم ارحمنا برحمتك واسترنا بسترك آمين. واحفظنا بحفظك آمين. واجعلنا تحت حمايتك.
اللهم يا رب هؤلاء المهاجرون يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الحلال وبارك لهم فيه. أمين. اللهم باعد بينهم وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. أمين. اللهم احفظهم في أنفسهم وأولادهم وبناتهم وزوجاتهم وأطفالهم. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا يا رب. كل إنسان ينظر إلينا يا رب العالمين إذا عنده هم يا رب أزل همه، وإذا عنده شغل يعني ضعف باش يتحصلوا اللهم سهل له أمره يا رب العالمين. ارحم الموتى واشف المرضى يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين. والحمد لله رب العالمين. أخي شعبنا، حبيت نقول لك كاين اللي يشوفونا الآن، أني حاب يفهموا باللي مليون ونص تجارة ماشي لازم يكون جزائري. صح. يعني أي إنسان يسمعنا الآن، وأنا سمعتك قلت كاين من أمريكا وكاين من السعودية وكاين من مصر. صح. أيما إنسان، أنا إمرأة مصرية بعثت لي 200 شجرة. صح. والشاب من المغرب بعث لي حوالي 300 شجرة. واحد من تونس بعث لنا 50 شجرة. فكل إنسان يريد أن يتصدق ويجعل صدقة جارية فهذا باب خير فتحه الله جل جلاله. وكما أحببتموني في الله أحبكم الله جل جلاله. شكرا يا شيخ. شكرا جزيل أستاذي. شكرا جزيلا لك. راح نخليكم فقط إخواني أخواتي تأخذوا فكرة أو نظرة اللي راح ننهي بها هذا المباشر على الجزائر العاصمة في هذه الفترة الليلية. يعني راح تشوفوا ربما ما عدا الإضاءة الآن مقارنة ربما بالفترة الصباحية. قل لهم تانيك الهواء الجميل. الهواء النقي. لو كان تعرفوا الهواء اللي أنا نشموه الآن من البحر حاجة آية من آيات الله يعني. صح صح. وشنو احنا نشموها في بلاستكم. صح. سؤال أخير برك يا شيخ. نعم. أراني نشوف هنا في قلب اللوز. أعطيني واحدة يا شباب من قلب الله اللوز. هذا تاع السيرية. تاع سيرية هذا من أشهر. هذا يعني ضيافة الشيخ بقلب اللوز. هذه الشيخ راح يذكرني بشهر رمضان ويذكركم أنتم كذلك. تفضل. والجزائر بخير. أنا نقول لكم الجزائر بخير. يعني الشجر اللي تحرقت نعوضوها إن شاء الله. واللي البير نتاعو فسد نديروا له بير واحد آخر إن شاء الله. واللي الدار نتاعو تشققت نساعدوه بإذن الله. المهم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. والإسلام ماهوش هدرة. هذوك صحاب الهضره قال يقال قولا ودخلنا علينا قال يقال قولا. الاسلام عمل. صح. عمل اغرى الشجره، عاون يتيم، عاون ارمله، عاون مسكين. فكر في مشرد واحد مطرود من عمله. الكورونا جات ناس كاع فقرات، دير حاجه لخوك. هذا هو الاسلام. صح. صح. الحقيقي. اما الهضره كاع نعرفوا الهضره. إذا ربما حتى يعني إذا ما كانش أشجار كان أشياء أخرى يقدروا يتصلوا. نعم. كاين كاين يتامى. كاين يتامى. الملابس الأدوية. صح. البئر يعني كما قلت أنت حفروا بئر ما اتصلوا. كاين فلاحين فسدت حقولهم وآبارهم. هذا باب خير. أنا نحوس على مقر أيضا للمؤسسة الخيرية، مقرات اللي عنده مسكن ولا فيلا ولا ما يسحقهاش. الله يرضى عليك. صح صح. أرواح نديروها مقر للمؤسسة الخيرية. صح. المهم دير حاجة وأجرك عند الله عظيم. وأنا والله نقول لكم مانيش نزوق في الهضرة وما نعرفش نزوق الهضرة، والله إني نحكي لكم من قلبي كيما إني نحكي مع أولادي وصحابي وجيراني. شغل أنا قاعدين أنا نشيخوا، مانيش دايرها زعما حصة ولازم تسقم روحك باش تهضر. أنا دايرينها من القلب إلى القلب، وراحين تحسوا بلي أنا نهضر معاكم من قلوبنا. هذيك هي اللغة التي تصل. والله عمر داركم، ولي عنده هم إن شاء الله يزول. يا فارق الحب والنوى اعطي كل ما إن منى. ونوصيكم برك وصية، استعينوا باسم الله اللطيف. أي إنسان اللطيف، اسم اللطيف يا لطيف أمشي بيها أروح بيها وادخل بيها لدارك. يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. أجعلها